هيدا الدري تصفيقات حارة الإخوان هلا اوديو فيديو انا راني نائب رئيس جامعة الشاي. مرحبا مرحبا مراسل صحفي. مرحبا 26 عام يوم 28 بن علي محمد بطاقة الوطنية بي اش 61969 وفاعل جمعوي رئيس جمعية خيط الابيض للتنمية والبيئة بجامعة الشاي. بهذه المناسبة السعيدة نهنئ ابن منطقتنا ابن فقير والإشارة والدليل ابن فقير لا يملك القصور لا يملك الفيلات ولا يملك سيارات فارهة ارتاء هذا الشاب لرفع مستوى جماعة حسيتنا التي تفتقر للبنية التحتية والتي تفتقر لدعم المسؤولين ليس المادي ولكن المعنوي لأنها في تحت ظل غياب المرافق الضرورية كالتعاون كالنوادي النسوية كدار للشباب رغم هذه النواقص وهذه المشاكل وهذا التهميش التي تعيش جراءه هاد ساكنة جماعة حساسنا استطاع بطلها تحت السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله استطاع هذا الشاب
كما قلت سابقا ابن الفقير استطاع حلمه على أرض الواقع، على أرض الواقع استطاع من رفع المستوى الجماعة. وبهذه العبارة بين قوسين يقول بلسان الشاب الصانع البطل إحساسنا، يقول لجماعة للمسؤولين هذه المنطقة هلموا تعالوا، أو يطالب من خلال هذا الصنع التفاتة مولوية، يطالب بالتفاتة مولوية. ونحن مع صاحب الجلالة أمامه وخلفه، ونحن مع الوحدة الوطنية، الصحراء المغربية، الصحراء المغربية، الصحراء المغربية، الله الوطن المغربي. هذاك هو اللي كيدور الطيارة، فهمتي؟ ولكن هذاك خاصو يكون كدور الجهة الأخرى، خاصو يكون كدور الجهة الأخرى، لا خاصو يكون ديالو اللي كاب ديالو خاصو يكونوا في لي بيضا. شو اللي دار؟ باقا ما واصلينش. لا هو اللي يدور لي الكرة، لأن غادي يكون واحد آخر، غادي يكون واحد آخر عندنا بحال هادشي ديال خاصو المساعدة التقنية ديال الطيارة. هذا خاصو يكون مصوب من الشات، هذا خاصو يكون مصوب من واحد الالياج بحال الشات، غالي مصوب بالشات بحال البوليس، مصوب بالشات ديال النحل، مصوب بالشات ديال النحل بحال الشات ديال النحل. ايوا من غايجيو غالي، غير جيب بحال هذا كيدير 80 مليون صغيور المهم عندي الفكره، المهم راه كيصور وحنا تنجيو نصوروا دابا ونصيفطوا في اليوتيوب خود بلاد. وشي تيسول على برشيد اليوم كاع العالم باش يسول على برشيد، كاين اللي كيقلب عليه في خريطه دابا برشيد، ما يعطي ليا برشيد. برشيد كان فيها العنايه والري والمزوقه صافي، برشيد صافي دير بوم في فيسبوك.